عرف الإنسان العسل منذ أن وجد الإنسان على سطح هذه الأرض، وقد اكتشف علماء الآثار أقدم الكتابات التي تحدثنا عن العسل تعود إلى قبل 3000 سنة قبل الميلاد. فقد وجد العسل منقوشاً على بعض الآثار الفرعونية تؤكد فوائد العسل، فقد قال الله تعالى: يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس. ولقد أجرى العديد من العلماء تجارب كيميائية حيث أثبتت الدراسات أن العسل يحتوي على ماء وجلوكوز وفركتوز وسكروز وأحماض أمينية المكونة للبروتينات وأحماض دهنية تساعد على الامتصاص، كما يحتوي على فيتامين B1 وB2 اللذين يقيان الجسم من العديد من الأمراض. ويذكر أحد العلماء أن العسل يساعد الجسم على تصنيع البروتينات والهرمونات التي تساعد على تقوية الأغشية الداخلية للأوعية الدموية، ويوجد العديد من المواد التي تساعد على شفاء المرضى. ولقد عثر علماء الآثار على جثة طفل مغمورة في إناء مملوء بالعسل، وذلك في هرم من أهرامات الفراعنة بمصر، وذلك إن دل فهو يدل على ما في العسل من أسرار عجيبة جعلت جثة الطفل تبقى سليمة لمدة 4500 عام ولم تتعفن. وهناك بعض شعوب الرومان واليونانيون استعملوا العسل لحفظ اللحوم.